لي الباب. فيني أعرف شو عم تساوي؟ عم طالع رصاصة. اتركوه يموت، هذا الزلمة ما عاد يفيدنا بشغلنا. التعليمات اللي أخذناها مو هيك. ومين اللي أعطاكم هاي التعليمات؟ أنت شو لك شغل هون؟ سيدي عم يشتغلوا شغلة ما لها لزوم. هذا الزلمة ما بيستاهل ننقذ له حياته. بتصور انه انا اللي بقرر مين بيبقى عايش ومين بيموت يا حلو. انا كتير بحاجة للي رح يقوله عبد الحي. بعت لي أوتو فورا معلم. إن شاء الله ما في مشاكل سيد مراد. ليش في عنا شغل بدون مشاكل يا تركي؟ الدكتورة أوسو مضايقتك بشي؟ لا. مدام إيبرو عطتك البشارة؟ عطتني. معناها منقدر نقول للكل هلا لازم الدنيا كلها تسمع بالخبر السعيد. سيد تركي بدي احكي معه لوحدنا. اكيد سيد مراد. بشاره يا اخي يا حسني بشاره، مراد على مدار رح يصير اب. بالمعنى المؤسساتي ولا بالمعنى الشخصي؟ لا تحكي كلام فاضي وتوتر لي أعصابي يا حسني، رح يصير أب لولد. الله يجعله مبروك، انفتح موسم تأسيس البيوت، هلا عقبالنا أنا وأنت. ما حدا غيرنا أنا وعبد الحي بيعرف محل الرئيس. امشي. أنت طلعي بسيارتك وأنا رح ألحقك. إيه طيب مثل ما بدك. خير شبك حسني؟ هذا أحلى خبر سمعته من يوم لغت الست جولدان سفر على الأناضول. ألف مبروك معلم. ما في لا خبر حلو ولا شيء. مو كل شيء بيصير بيناتنا بينحكى بأي محل. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. مراد علم دار إله عندك رجاء. شو هو؟ تحديد مكان زوجته وعبد الحي. ليش شو صار لعبد الحي وإبرو؟ في هذا العميل الأمريكي لورانس تبع الأسانسير. فيلر. إيه؟ خطف مرت أخونا وعبد الحي. إمتى؟ وهو بالأسانسير. طيب وليش مراد ما خبرنا وقتها؟ ليش؟ لما كان سلاحه براسنا بدنا نقعد ونقدم تصريح؟ متأكدين إنه بين إيدين أرون فيلر؟ متأكدين. إذا ما منوصل لمرت أخونا وعبد الحي منوصل لأرون فيلر، وهو شلون ما كان بيوصلنا لمحل ما بدنا.
كل ما حطينا آرون فيلر تحت المراقبة دائما نواجه شغلة غريبة. الرجال بيظهر بنقاط مختلفة ب 81 محافظة بكل مكالمة تليفونية. ما عنده سيارة أو بيت يتراقب؟ كل ما بلشنا بمراقبة شخصية فورا بتجينا أوامر بتوقيف الملاحقة. ومنين تجيكم هالأوامر؟ الجماعة بيحددوا لنا سيارة الملاحقة تبعنا وأسماء الأشخاص يلي بالسيارة واحد واحد، ومنتهدد إذا ما وقفنا رح يحملونا كل النتائج المترتبة على هالشي. ماشي، بلا ما تلاحقوهم نلاحقهم نحنا. شلون ما كان بيعرفوا سياراتنا وبيعرفوا أسماءنا كمان؟ استنوا شوي. الرئيس بالغرفة السرية. صار لازم نغير لك محلك. في مشكلة شي؟ في مشاكل كتير. فينا نمشي؟ مع الأسف ما حسنا نحدد شي أبدا، وإذا عرفنا أي شي عن آرون فيلر نحنا منخبركن. كنا نراقب كل العالم ونحن قاعدين هون، ما بقى فينا نراقب اسطنبول؟ أنا ما قلت ما بنحسن نراقبها ميماتي، عم قلك الرجال ما له أثر. يعطيك العافية. قولوا له لمراد على مدار باسمي سلامته. شريك؟ كنتوا تراقبوا العالم؟ إيه شريك، كلهم كم جهاز. ما في حدا غيرنا الثلاثة بيعرف هالمكان. عبد الحي ما بيحكي بظروف عادية، بس الجماعة اللي واقع بين إيديهم رح يجربوا كل الطرق لحتى يحكي. تعرف طريقة نوصل فيها لأرون فيلر؟ الطريق السهل تسلمني إله، طالما بده ياني ياخدني لنشوف شو رح يعمل. مو حل إني أعطيهم ياك، هدول ما بتخلص طلباتهم. إذا منعطيهم البلد كله بيطلبوا أكتر. في واحد داسينه جواتهم. شلون صار وقدرنا نعمل هيك شغلة؟ زلمتنا هذا قدر يراقبهم لسنين طويلة. مين؟ ضابط أمريكي.
مقابل شو عم يشتغل لصالحنا؟ بدون مقابل. مثل ما بتشتغل انت هو مثلك. غطيناه من طفولته ودسيناه جواتهم، وهو عم يؤدي مهمته بنجاح كبير. بس هو اذا بيقلنا عن مكانه لفيلا ربي ينكشف. الأولوية إنه نلاقي عبد الحي وزوجتك أكثر من فيلار. خلينا نحن ناخذ وراء المساومة من إيد فيلار، بعدين منحاول نحمي زلمتنا. أكيد رح كون ممنون من هيك مساعدة، بس بيضحى هيك بتعب 30 سنة؟ هلا أهم شي بالنسبة للبلد ما نضحي فيك. وعند اللزوم يا مراد مستعد ضحي بحالي. إذا كنت كل هالشي مهم لألكن، ليش وافقتوا على زواجي من إبرو؟ بتعرفوا إنهم رح يستخدموها ضدي. مراد اسمعني منيح إذا بتريد، أنت مانك منتبه لوين وصلنا. آرون فيلر حاطك شخصياً ند، إذا ما عم بيحاول يقتلك ويعرف مين وراك، هذا بيكون بفضل الغطاء اللي حققناه بإبرو. إبرو هلأ حامل وأوصت أقرب صديق لألي، وما بعرف إذا كانوا ثلاثتهم هلأ عايشين. أي نحن حققنا شيء، بس فيلر قدر يحقق شغلات ما بيشوفها بمنامه. ابني مراد بقي شيء ما تخليت عنه مشان الشعب والوطن؟ شيء ما تخليت عنه؟ ما بقي، بس كمان ما بقي عندي قوة اتحمل. عليك بإيمانك. إذا كان عندك إيمان رح يكون عندك قوة. لما محمد الفاتح فتح اسطنبول، الصدر الأعظم تبعه ما كان مؤمن إنه رح ينجح بمهمته أبداً. كانوا ضعاف، ما عندهم قوة تحمل، بس الفاتح قال يا باخدها أو بموت. قدام كل هذا الإيمان والتصميم ما بيوقف سور ولا قلعة ولا علم. مراد انت عندك ايمان ولا ما في؟ عندي، والله بيشهد علي ما رح وقف بنص الطريق لو شو ما صار. رح ضل كمل بطريقي وبقضيتي. تحتاجي شي؟ لا، بدبر حالي. حاولي هلأ ما تطلعي من البيت، لا تتركي الرئيس لحاله، ولا تتصلي بحدا لو شو ما صار. ايه طبعا. وإذا صار وواجهتي موقف مفاجئ؟ بعرف شو رح أعمل. معي سم لحتى يقتلني ويقتل الرئيس كمان. شكراً، شكراً لأنك واثقة فيني. لا ينشغل بالك أبداً. Thank you.
أكيد الدكتورة أوسو عاملة شي مضايقة السيد مراد منها. برأيك معقول يكون في إلها شي علاقات مو منيحة؟ لا تتركها بحالة فراغ، طبعاً رح تعمل علاقة مو منيحة يا تركي بيك. شو طريقة هالحكي ولك حسني؟ عم بحكي بصراحة تركي بيك، المرأة ما بتنترك فاضية هيك. مثلاً أنا صار لي يومين بعرف الست جولدان، بس لما بتنضج علاقتي معها رح نقطف اتنيناتنا سوا السمرة فوراً. انت مانك خايف لك حسني؟ من شو؟ من انه ميماتي يفرمك شقف شقف شقف. اذا ما كان في مخاطرة بالحب ليش لحتى نمشي فيه؟ لا تقعد تلعب بعقلي ولك حسني، باين انه الدكتورة أوسو ما بتهتم فيني. حضرتك بلشت تعفز. شلون عم تحكي معي هيك ولك حسني؟ اه نحن هون طلعنا من العلاقة المؤسساتية، عم نتعامل كزملاء وأصدقاء. تعرف كلام الصديق قاسي. يعني شو بدك يعني أقول للبنت؟ شو مشاعرك لازم تقلها إياها. يعني أنا بعشق الدكتورة أوسو بعشقها، وكل مرة بتطلع بخلقتي بيربط لساني ما بعرف احكي. أكبر لغة معبرة هي لغة الصمت. إذا بتقلها إنه كلامي ما ممكن يعبر عن حالتي اللي أنا فيها فوراً بتخلص. والله لو كانت هون كنت قلت لها فوراً. لوين أخذ السيد مراد يا ترى؟ مشان ابنه للمعلم مراد. أنت ريح حالك. شلون صار وضعه؟ خطير، صعب يتحمل. نحن خلينا نعرف اللي بدنا اياه، وبعدين عاش ولا ما عاش ما بيهمنا. يلا خذوه. معلم، لما بيتصل الزلمة بالتليفون بيعطي إشارة من 81 محافظة إنه هو بكل هدول المحلات. إذا بيتشقف 81 شقفة بدي لاقيها بماتي. طيب وإذا هو ما حب يطالع حاله شو منحسن نعمل؟ مناخد إبرة وعبد الحي من إيده ومنشوف إذا بيطالع حاله ولا لا. لازم أعمل بعض الفحوصات. أعمل اللي بدك يا، بس بدكن تقوموا على رجلي بأسرع وقت. اسكندر الكبير لازمنا.
إبراهيم شو هاي؟ سفينة. إبراهيم أنا صرت كبير على اللعبة بهيك شغلات تبع أولاد صغار. هذا ماكيت السفينة تبعك، لا تشوف صغيرها، بتسكر المضيق من أوله لآخره. نحن اشترينا سفينة إبراهيم؟ رح نشتري. أنا بدي مصاري كاش. ما بني مصاري بهيك شغلة مو مستاهلة وبتغرق بالمي. لا لا، أنا وأنت منغرق وهي السفينة ما بتغرق. إذا عبيناها بضاعة مرة منشتري 100 وحدة مثلها. معناتها منعبيها يا إبراهيم؟ إيه منعبيها، بس راس مالنا ما بيكفي لتعبايتها. يعني أنت شو قصدك؟ عم قول منشتريها شراكة مع بعضنا. ما بحب الشراكة. زازا ما بيطعمونا ياها لوحدنا، ونحن منبيع على قد ما بيطعمونا يا إبراهيم وبس. ما هيك جوهري؟ كل شي بتقوله خالي هو الصح. زازا هاي الشغلة مو بكترة شحناتها، تنعمل على التقيل كتير مشان تخفف المخاطرة. اللي بدنا ندخلهم شراكة جماعة موثوقين. إذا أنا قلت ما بحب الشراكة يعني خلص ما بحب. جمهر قلن يجهزوا سيارة السيد إبراهيم، بده يروح. هونيك في وحدة حقيقية، ليش عم تدفع على التلفزيون؟ زيادة الخير خير، والنار بالتلفزيون بدون مصاري. خالي اللي عندك ما بتدفي. وأنا مالي بردان، راسي بردان، راسي عم دفي راسي. ها شو بتقول بشغلة السفينة الجوهر؟ شو بدي أقول خالي؟ قلعت الزلمة وراح. شفت شي دبشة في خلية نحل تركه وراح على محل. خالك زازا ليش طرد إبراهيم؟ ليش طردته خالي؟ عندي فضول أعرف مين هو قبطان السفينة اللوكس ومين اللي وراه. إن شاء الله تكون فهمت. هلأ فهمت. لك ما رح تموتوا بسهولة انتو. وانت كمان يا عبد الحي، وانت كمان، وحياتك هي صارت تحت رحمتي انا. ما بحب ضل تحت رحمة حدا، خدها فورا. لكان احكي بسرعة لا اخدها بسرعة. بدك تقلي وين رئيس الختيارية؟ شغلتك بتطول كتير مرقواص، في 9 ارواح بدك تاخدها وما بتاخد كلمة واحدة. سأل قد ما بدك.
فرحت لك كتير لأنك ما متت. بس عم يقول إنه حابب يموت سيدي. طبعاً كل واحد له حق يطلب اللي بده إياه. لا تتعبوا لي مريضنا كتير. استخدموا مواد كيماوية مشان أسئلتكم. أنا هلأ صار لازم أطلع. هلا هو ساكن هون؟ هذا العنوان اللي اعطاني اياه الرئيس. كيف دخلوا الامريكان الزلمه بيناتهم معلم؟ مثل ما دخلتني المافيا جواتها. والله حلال عليك معلم. هدول جماعتك ختياريه ما ختياريه، بس تاريخهم مقلال. الدوله التركيه صغيره جوات حدودها، بس كبيرة كتير لما بنطلع عليها من برا. ايه ليش هيك عم يصير؟ لأنها بتخاف من شعبها. ليش؟ عقدة. عقدة شو؟ عقدة الصغر ميماتي. إذا ما قدرت تهدم دولة حكمت بلاد لألف سنة، بتبلش تزرع فيها العقد. وطبعا هي العقد بتعطي مفعولها بعد 300 سنة. معناتها هدول الختيارية عم يصمدوا منيح بهاي الشغلة. إذا قدرنا نخرب اللعبة اللي عم يلعبها لورانس بننجح بأكثر من هيك مماتي. ليش كل هالشي معلم؟ كيف ليش؟ معلم مرتك قوصت زلمتك، بدل ما تبطل هالشغلة لهلأ عم تقول الوطن والأمة. هنن يا ميماتي يلي خلوا زلمتي قوص أبو مرتي، وهنن كمان يلي خلوا مرتي تقوص زلمتي. أنا مو من النوع يلي بيشوف هالشي وبينهار. معلم أنت ما بتحس باليأس أبداً؟ والله خيلتني. بحس، طبعاً بحس، بس لما بتطلع وبشوف أعدائنا كتار وبشوف إخلاص رجالي وعزيمتهم بخجل من اليأس اللي عم حس فيه. شوف هدول الناس حصرونا بسبعمائة ألف متر مربع، وحتى هيك ما منقدر ناخد نفس. شو منتركن لهدول يسرحوا ويمرحوا على كيفهم؟ إما منحطهم بالسجن ومنسيطر عليهم، أو منحطهم تحت القبر، وإذا جيت علي بستكتر عليهم حتى القبر. المنظمة عندها شحنة كبيرة، هي قائمة باتجاه خط السير، وأسماء اللي رح يجيبوا المخدرات وأسماء اللي رح يستلموها. معناها في أصدقاء راكبين راسهم ما يسمعوا كلمتنا رغم كل شيء عملناه. سيدي إجا إبراهيم فاليد. دخلوا لجوا.
هات لشوف يا إبراهيم فاليد، يا ترى شرف زازا قبل عرضنا؟ من الأول قلت لكم إنه ما رح يقبل، معند إنه ما بده شريك. ليش؟ هو بيعرف مين رح يكون الشريك؟ لما قال لأ من الأول ما كملت الحديث. هاد واحد وسخ كتير، ليش أنتوا عم تشتغلوا معه ما بعرف. أنا ما رح أشتغل معه يا بدري، أنت رح تشتغل. في حدا رح يدفع ثمن الشغل بالمخدرات. قلوا لي لشوف، في حدا منكم أنتوا اثنين بيغامر بدفع هيك ثمن؟ لا لا. معناها تركوا شرف زازا يدفع الثمن لحاله. رح أعطيكم مخدرات المنظمة بمثابة هدية الشراكة، وزازا ما رح يرفض هالشي. شايفك لساتك هون. لسه عندي شوية شغل. يعني قصدك تقول ما عندي محل روح عليه؟ على الأقل عندي شغلة اشتغل. بدي سلي حالي، شو بدي ساوي؟ انت عم تتعب وحدك يا ابني، حكمة بيلزمك أجير. ما بدي. دخيلك بابا عمر، أنا بالزور عم بتحمل حالي، ما بتحمل حدا. بدل ما تتخانق مع حالك أحسن لك إذا بتتخانق مع ناس تانيين، بتريح حالك. مفكر بحدا تجيب لي إياه جير بابا عمر؟ بتعرفوا لحسين أفندي؟ أي حسين أفندي؟ تبع البازار، حفيده. هدول وضعهم منيح، معقول يترك البازار ويشتغل عندي؟ قال هو ما عم يركز على البسطة منيح. ايه انا ما بيركز عندي ابدا. بيركز بيركز. هدول تبع المنظمة متسلطين على الولد. عم يقول حسين افندي عندكن ما في حدا بيلعب بعقله، وعلى الاقل ما في حدا بيتجرأ. الولد له شي علاقة بالمنظمة؟ ولد ابن 14 سنة، إذا صار بالمنظمة شو بيطلع منه؟ ما بدي أبداً بابا عمر. بكرة بيجي وبيقول لي الكلمتين المحفظينه ياهم بالمنظمة وبيوتر لي أعصابي، وقتها بتلاقيني أنا صرت منظمة لحالي. الولد مو من هالنوع. ابني أمه وجده خايفين عليه، الولد أبوه مات يتيم، نترك اليتيم لحاله؟ بابا عمر بيكونوا مسممين الولاد، وانت بدك يعني نطفو للولاد. ما بتمشي معي شغلة يتيم وما يتيم. نطفو ابني؟ قلي هي شو فيها؟ عم تنظف تلفزيونات وراديوات العالم من الغبرة، تعجز عن تنظيف انسان معقول؟ هي شغلتك انت، انا اختصاصي تلفزيون وانت الانسان. لما بيكون عندك بيكون قدام عيوني. ماشي بابا عمر، خليه يجي. شلون ما كان رح يهرب يومين، وأنا رح حاول قد ما بقدر أضبط أعصابي. انبسطت هيك مو؟ هدمنا المنظمة مع بعض، كانوا رح يكسبوا محارب، وهي نحن شدينا لصفنا. المؤمن بالحق والحقيقة واللي بيروح بطريق السعادة والطمأنينة مسلح بشعور ماله نهاية، هو مجبور يشد الناس للخير والجمال ويمنع روحتهم بطريق الشر. هاي مهمة مقدسة الله سبحانه وتعالى مكلف فيها كل عبد مؤمن. إذا أنت ما بتصير دليل للجمل، الفارة ما بتخجل وبتقول للجمل أنا رح كون الدليل تبعك، وبتوقف قدام القافلة. بابا
فارد شو جمل شو؟ قال في فارة صغيرة مشت قدام قافلة الجمال وهي عم تهز بدنبها وفرحانة كتير. نسيت الفارة قديش صغيرة وقالت لحالها قديش أنا شاطرة عم خلي الجمال تمشي وراي، وضلوا يمشوا لوصلوا لمجرى مي. لما شافت الفارة المي قدامها خافت من الصدمة ونسيت فرحتها. سألها الجمل يلي كان ساكت طول الطريق مطول باله عليها، ايه يا دليلتنا بالسهل والجبل ليش وقفتي؟ وين راحت شجاعتك وبطولتك يا شجاعة؟ وين شجاعتك؟ إذا كنتي شجاعة ايه؟ عبري المي للطرف الثاني. الفارة قالت بخجل يا أخي النهر غميق كتير وأنا خايفة لأغرق بالمي. قال لا آه منك يا فارة، شو عمية ليك المي شبر من شو خايفة؟ بس هالفارة استمرت باعترافاتها قدام الجمل. اسمع يا جمل، اسمع يا أخي الكبير، النهر بالنسبة إلك مثل الساقية وبالنسبة إلي مثل البحر. شفق عليها الجمل وقال لا عاد تصيري مغرورة وقليلة أدب، لا تتكبري نتيجة التسامح اللي فرجيناك إياه، ربنا ما بيحب المتكبرين والمتجبرين. بابا مين الفارة ومين الجمل؟ بهالحكاية يا ابني الجمل هو الإنسان البريء والطيب والناضج والمحترم، أما الفارة هي اللي بتقطع النهر على ظهر الجمل مع أنه متكبرة وشايفة حالة. الناس من تهذيبهم ما بيطالعوا صوتهم على الفيران، والله عليم كم مجرى مي وكم وادي وكم نهر بيعبروا هالفيران على ظهورهم. أكيد شي مرة رح ينفض صبرهم، يا رح يغرقوا الفيران بالمي يا بيدعوا سوهم وبيمشوا. طالما انك عم تحكي هيك ليه ما بتحط الولد وبتحكي له ياهم؟ ليش عم تدخلني بالموضوع؟ لا يا ابني مو هيك، انت لازم تاخد دورك كرجل محترم بهالحياة، وقت بتعجز ناديلي بتلاقيني جنبك. شو الوضع دكتور؟ بالظروف العادية لازم يتجاوب اسكندر الكبير مع العلاج. ليش ما عم يتجاوب؟ كأنه شكله رافض يطيب. ممكن يكون عم يلعب لعبة؟ ممكن. إذا بدكن تقوموا على رجليه لازم تلاقوله شي يرجعوا على الحياة. عم تشوفني؟ اللي هون قالوا لي انهم انقذوا حياتي. بابا انت منيح؟ يا الله بابا عم بحكي معك جاوبني. لك يا بنت حاج تحكي مثل المجانين. امتى رح تاخذني لعندك؟ لما
بتعقلي وتصيري مثل الخلق. اللي وين راحت الصورة؟ انت وبنتك تشبهوا بعضكم كتير. الامريكان اكلوكن ما هيك؟ بس تقوم عن هذا الكرسي، نحن رح ناكلهم. ليش لحتى قوم؟ لانه نحن رح نقدم لك كل شيء لتحقق طموحاتك. انا ما باخد من هذا الكلام الفاضي وهي الوعود. بدك يعني صدقك تركك من القومي على رجلي. ما إلك تار عند الأمريكان يلي باعوك وخانوك؟ إلي، ولا تنسى أنه كمان إلي عندكم تار كبير. شو أنت إلك عنا تارات؟ قول لنعطيك إياها. أنا ما إلي عند أي حدا شيء. اللي صار فيه مكفيني. وأنت بهي الغرفة ما بقي ملف ولا رجال إلك إلا وانكشف. قديش ضليت نايم؟ ذخيرتي ما إلى حدود، والتدخل فيني ممنوع. وكمان إذا بدكن يعني اتصالح معكن، ما بيصير أبدا تتصالحوا مع الأمريكان. عم تفهم شو عم أقول؟ وأنا بلد